اذكر شخصية من شخصيات السنافر الكرتونية. نعم استاذ سالم، الكرتون معروف هذا، شخصية من شخصيات السنافر، مو صحيح؟ صحيح. اي شنو؟ ذكر لي هذا المسلسل الكرتوني بسنافر، فالسنافر الكرتونية بها شخصيات كثيرة. اخذنا اقوى احتمالات لثمانية. اي سنفورة؟ سنفور اللئيم. ها؟ لئيم. اللئيم؟ نعم. السنفور اللئيم. خطأ. نعم. واستاذ محمد. شرشبيل. شرشبيل؟ نعم. شرشبيل. شرشبيل. وأيضا خطأ. السنافر. ست سلوى شو تقولين؟ بابا سنفور. ها؟ بابا سنفور. بابا سنفور. برافو بابا سنفور. بابا سنفور. ست سلوى نجي وياكم لو تحولوه على المكفوفين. لا يعني. وياكم تحبون السنافر وتعرفوهم. يا سلام. استاذ محمد تفضل تفضل ارجع الى العائله. تفضل. عفوا. يلا ارجع ارجع استاذ سالم. ارجع استاذ سالم. خلاص هاي اوكي. استاذ عماد اذكر لي شخصيه من شخصيات السنافر الكرتونيه. بابا سنفور قال السلوى، انت شو تقول؟ سنفور غضبان. سنفور الغضبان. خلينا نشوف سنفور الغضبان. برافو برافو. هاي شنو؟ وسارة؟ سنفور أكول. سنفور أكول. أكول. السنفور الأكول. صح. أستاذ سالم سنفور الضاحك. السنفور الضاحك. خطأ خطأ. أول ما أجي ما أدري أكل ذاك سنفور ضاحك ولا ما أدري. وأخذ سلوى. سنفور النعسان. السنفور النعسان. صح. السنفور الكسول اللي هو النعسان، يعني طبعا هو كسول 24 ساعة منعس. خلي نشوف. والأخ عماد شو تقول؟ السنفور العبقري. السنفور العبقري. برافو. باقي ثلاث احتمالات. انت لو المخرج مال المسلسل لو كنت تشوفه دائما. كل احنا شايفين هذا بابا سنفور يعني. برافو عليك. وشو تقول ساره؟ سنفوره. 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 نعم سنفوره موجوده. سنفوره موجوده. باقي احتمالين واحتمال اريد من عندك استاذ سالم للسنافر. شو اسمه؟ واحد انطيني. سنفور. سنفور مو سالم. نعم سنفور اريد من سالم. يلا وقت ما عندك ترى. الخطأ الثاني هذا هم مقلوبة. سنفورة هذه.